عليكم الاخوان، كيف نتمنى مزيانين بخير، نتمنى كاملين مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اول فيديو ديالنا ان شاء الله ديال حسنه. بغيت نقول لكم يعني دابا نوريكم الماكينه ديال جي اف ان، كنت وريت لكم الماتيريال اللي كيجي فيها والمميزات ديالها والحاجات ديالها، دابا غنشوفوها في الخدمه. ماكينه ها هي فين يا الاخوان، ماكينه غادي نشوفوها الخدمه ديالها واش مزيانه ولا لا، واش كتصبر في الشارج ولا لا، الحاجات اللي مزيونين فيها والحاجات اللي ماشي مزيانين في الخدمه ديالها. ندوزو نيشان التطبيق الاخوان وغادي نشوفوها واش ماكينه مزيانه ولا لا. راه ساكته بزاف، الزيرو ديالها الاخوان خصو يتقرب، الزيرو ديالها ما جاش ماضي بزاف، يعني حاولوا تقربوا الزيرو ديالها. الماكينه راه كتحس بحال ما كتاكل والو الاخوان، راه واحد السكات فيها ماشي عادي. شوف دابا انا كنهضر معكم في نفس الوقت خدامه، ما كتسمعوش الصداع ديالها بزاف، ماشي بحال الوال الوال راه كتصدع، يعني واحد لافونتاج ديال السكات ديالها واعر بزاف، ما كتستريسيش الكليان، ما كتبدا بحدا ودنو ما كاينش الصداع بزاف بحال الوال. الوال راه كتعمل واحد الصداع ماشي عادي، هذا ماشي اشاره الاخوان، هذه ماكينه شاريها برزقي فلوسي الاخوان، ما كاين لا اشاره لا والو، يعني كنقول لكم ماشي اللي كاين وسهل. ماكينه خصك حاول تقرب لها الزيرو ديالها شويه، تفسخ لها المسامر واحد نص دوره وقرب لها السنان شويه. انا فيديو ديال فيديو ديال التقريب ديال السنان غادي نعدلو ان شاء الله في اقرب وقت. دابا غنعملو 0.5، هاي فين 0.5، 0.5 عندها واعره بزاف بزاف، واحد الفينيسيون ماشي عادي في 0.5، ماكينه اللي واعره بزاف. شوف ما كتثقلش اليد، اليد ما كتخليهاش يفيفري، ماشي بحال الماكينه ديال الوال. شوف معايا الماكينه ديال الوال الصداع ديالها والصداع ديال الجي اف اي. اسمع دابا ان شاء الله شريتها الاخوان، بقى ان شاء الله ضربه باقي معايا شهر، شهر ديال الخدمه يعني باقا جديده. شوف الفرق بينات، راه فرق كبير بزاف الاخوان اقسم بالله. ملي قلت عندكم الشرح ديالها شفت شي كومونتير تي بنادم كيقول لك راه فايحه في الخدمه، فايحه في الخدمه. انا عجبتني في الخدمه غير هاد الماكينه ديال واو، كتحس بها يعني كتخدم، يعني مثلا او يعني كتحس بها بحال اللي خدامه. هادي لا هادي بنادم اللي مثلا من الصداع غيمشي للسيرونس بزاف والماكينه مجهده، تحس بها بحال اللي ما خدامش بها، يعني واخا هو خدام بها ولكن ساكته كتبان بحال اللي ما كتزولش، ولكن راه هي الماكينه مجهده واعره بزاف. الماكينه راه واعره بزاف، عجبتني انا الصراحه حد الله، راه كتبان لي ما بقاش نرجع نوال، ما نعرف مع مده غادي تشوفوا حاجه مزيانه الاخوان ما بين وورد وماكينه ديال الجي اف ال. مشاطي ديال وورد كيركبوا في الجي اف ال يعني بسهوله عاديه، انا كنخدم بها يعني مشاطي ديالها كاع ما جبدتهم، كنخدم غير الشركه ديال وورد، مشاطي ديالها هي عادي نورمال كتخدم مرتاحه، يعني ما كاينش شي صداع، ما كاينش شي مشكل مره نهائيا، يعني الصراحه الله اعلم بزاف قسما بالله. خوت بغيت نقول لكم جوج ديال الحاجات، الحاجه الاولانيه على حسب الماكينه راه ما كتسخنش مره، الحس ديال السخانه ما كاينش فيها مره، ماشي بحال الوال، الوال راه كتخدم بها غير شويه كتبدا تسخن السنان ديالها، هذا ما كاينش الحس ديال السخانه مره، ماكينه بارده جامده مره الاخوان، يعني ما كاينش ديك السخانه مره. والحاجه الاخرى اللي لافونتاج اللي فيها قربنا عندي باش تشوف، شوف مثلا نقول لك انا جيب ما بين 0 و 0.5 في الوسط ديالها، كاين الحساب عادي تقدر مثلا تخرب قفحة 0.5، انا نوري لك الماكينه ديالو، ماكينه ديال وال هي هادي. دابا نقول لك جيبها النص ديال 0 و 0.5 في الوسط ديالها، ما تقدرش تحسب العبار، يعني ما تبقى تمل لها هيدا، هادي لا هادي الحبار ديالها ساهل، يعني اسمع واحد جوج ثلاثة أربعة، غادي نجيبو جوج درجات يعني غنطلعوها مرة ونهبطوها جوج درجات، واحد جوج، ها هي دابا في الوسط ديالها. هي هادي لافونتاج ديال اللي واعره، اولا نقول لك طلع درجه من قدام، ها هي درجه، اولا هبط جوج درجات، سمع واحد جوج، راه واعره بزاف الاخوان، هاد لافونتاج ديالها مزيون بزاف، هاد التقطيق هذا فاش كتبين العبار ديالها. غتكون نهايه الفيديو ديالي الشرح ديال الجي اف ال، غتكون النهايه ديالها هي هادي الاخوان، الماكينه اللي واعره بزاف، تستاهل الثمن ديالها اللي كنت قلت لكم، الثمن ديالها هي 180 دولار الاخوان، تستاهلها مليار في المية، الماكينه اللي واعره بزاف، الماكينه كتصبر في الشارج. شوف مي خدمت بها، مي خدمت بها كانت نيفل 4 وباقى حد الان ني في الاربعة، ها هي فين الفينيسيون ديالها، اخوان الماكينه راه ما طاحتش مره، هي باقى ني في الاربعة، قرب لهم يشوفوها، ها هي ني في الاربعة، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا، المهم باقي فيها ني في الاربعة، ها هي فين هي، راه كيما شعلتها في الاول ني في الاربعة، باقى ني في الاربعة. الماكينه اللي واعره بزاف، نتمنى تعجبكم هذا الفيديو هذا، نكون خفيف على القلب ديالكم، وشكرا بزاف، بغيت الماكسيموم ديال الدعم الاخوان ديالكم، لا بكومونتيرات لا لايك لا بارطاج، وتهلاو لي فراسكم راكم عزاز عليا، وهضره القلب كتمشي للقلب، بيس عليكم.